بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، على البركة والتوفيق ينطلق الشوط السابع في مجموعة أشواطنا الصباحية، والشوط يحمل اسم جعدان محليات لأبناء القبائل. انطلاقة سليمة، انطلاقة موفقة، أسماء قوية تشاركنا في هذا الشوط. الأعداد وصلت إلى 22 اسم قوية تشاركنا في هذه المسيرة، مباشرة مع المركز الأول، مع الصدارة الأولى، مع القوة الأولى، مع الانطلاقة الموفقة هنالك بهذه الخطى الرائعة والمميزة. الله، يا سلام على هذه السيطرة الرائعة والمميزة من شاهين. سيف بن حمد بن راشد أيضا يتحدى الجميع ويقود لمن الأسماء الرنانة القوية، وهنالك أيضا مسبب سعيد بن حمد بن محمد المحرمي، وتدخل من رعد محمد بن سالمين بن مبارك العامري على المركز الآن والأول والقيادة، بينما هنالك أيضا من حلق العساف سالم بن محمد بالشرقي العامري، وهالي الساد هذا الحضور الصباحي الرائع المميز، بينما هنالك مياس. الله، يا مياس العود، قوة وإثارة مع مبارك بن رغش بن طبازة بن الدودة العامري مع التحديات، بينما هنالك المركز السادس والقوة من هذا الشعار اللي حدثتكم عنه منذ البداية، هذا هو بركان، والبركان خطير، بينما هنالك بركان سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، والوصول أيضا من مسبب سعيد بن حمد بن محمد المحرمي. الناموس وين؟ العساف، العساف ومياس، وهنالك بركان. الناموس حائر، الناموس حائر، الناموس حائر، انطلقنا الجعادين. الله 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 الله، يا سلام على هذه العروض، كوكب رباعية، ولكن بركان، بركان، بركان انطلق إلى الناموس، ومسبب سعيد بن حمد بن مبارك التحديات، ولكن بركان. سلام، يا سلام، المركز الثالث محمد بن سالمين العامري على المركز الثالث، الناموس، والتحية لبركان، بركان، 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 مع التحديات هنالك. أيها الأخوة الكرام، سعيد بن حمد بن مبارك المهيري المركز الثاني، محمد بن سالمين بن مبارك العامري، وفي المركز الرابع أو الثالث هنالك مسبب سعيد بن حمد بن مبارك المحرمي، وفي المركز الرابع الوصول من مياس مبارك بن رغش بن طباز بن دود العامري، وهنالك شاهين شريط بمصبح الكتبي. شوط ست دقائق 29 وثلاثة أجزاء، بركان سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، تهانينا والناموس. الفائز بالمركز الثاني، المركز الثاني رعد محمد بن سالمين بن مبارك العامري، 6 دقائق 29 ثلاثة أجزاء من الثانية، بينما من احتل المركز الثالث فكان مسبب وأسباب خير مع سعيد بن حمد بن محمد المحرمي، وتوقيت 6 دقائق 29 وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.